بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان واكلا ببغى اللي احنا يكوباد كمذا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة. وباب هاي إن حجك يعمر لك لقويو يين لا يسرعيو وحكو يمد يين اسكو حقو ميهين مرهدات قارنتها يادات مفرطها يبا أذن حجك كحلالو بني إلى يوم نحر لقارو دعماشي دميسو. حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن أيوب المقابري وعبد الله بن عمر الهلالي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في رواية يحيى وحاكوي من حديثك يحيى مركو أصورني يحيى بن أيوب قال إنه يري صحابي ابن عمر أهللنا مع رسول الله رسول كلاب أن الله حرني بالحج حجبا الله حرني مفردا أسوي لقونيا حج كل جيئة يا مركو رسول حرني وباللوغي هوري باللوغي هوري يا صحابة بضن كوضو حيصو حدين حجبا يصو حدين عائشي يضلق الله متك أنا عمر يصو حدين. وفي رواية ابن عون عبد الله بن عون الهلالي حديث كسنة وحاكوي مت وقصوا كورنا ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا نبي محمد وحصوح دي حج مفردا أو لقوني يلو كليقي مركو حتكو حنباري في بداية الأمر باللوغ هوري وصحابة رضوان الله تعالى عليهم عمر الله حدو أمر الله عمر يسو في أشهر الحج ميسنا قونين بلها حج بسم بالحرين شري سداسة الوصوة بحي ذا الحليفة مركو لما رأي صحابة وحصوح دين سنن يستين حج كليقي مركي لقاري صرف لقاري وانيقى صوى مرأي ينبى وحوى أمرأي نين والبقون صوكا حين هدي إنو حجكي سؤبدل عمره كدمنا عمره أي كحلالوبان مركي عماشة رميان مالك سيديدادنا أي حدان حج مركي حديث والبو الشيقي إنو نبى ومركو رأي صحابة يسؤي مفرد أهايين نبي محمد وحدكو حنباري وانتو صن عمره ذا قلنين ويه الحج بوران صوحد لي كد من عمره وكد بقية وإسراع شيء قارن بون نغضي ما دام هدي وذي صحابة ذي كلنا ما دام أيسن هدي وذي بضن كود حيث بدل متمتعين عمره هون مرصدين كد من حج بيدن بيسية أمر عائشنا عمره ذي صوحد لدوي كحل لوب ويدو ليك باقو دعاي كد من أيضا عمره لما ينبه وحال لقاري مالن كي سدادة تروية أما ذي الحجة حج بيحلاتي قارن يساس وبدش عيردار كدش درتي. أما النبي وحمانك حجك قتي وحوءها ورما يستي قرام بؤها. حدثنا سريج بن يونس المروزي قال حدثنا هشيم يعني ابن بشير السلمي حدثنا حميد ابن أبي حميد الطويل بكوذا عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صحابي وحوري سمعت النبي نبي عن مغلو يلبي حرن هي أما تلبيسنا يقر قاضها هي بالحج والعمرة جميعا هذا نصوم من عمره يدي نبي محمد وحان أركي أما النبي وحصو حدي حج مفرد معانكو حنبري وبلوغ هوري يا طلدي هو يسوي أنا سمحوك يوري نبي محمد بن مغليو تلبيسنا يوري لبيك اللهم حجة وعمرة أما عمرة وحجا إسراعين إذا وفي آخر الأمر تنوى معانا سعديتك سحكا الله يا هاوش ماشي يكدن بيسي نقول النبي وادي العقيق يمت وكيل لي يصلي في هذا الوادي كتكو وقل وحاتر هذا حجة في عمرة أما عمرة في حجة أما مع حج يلبي صوت تلبيسني المغيب بالحج حج قد واقي والعمرة جميع سوى ذجرة وفي آخر الأمر قال أبو بكر قال أبو بكر وحوري مع عبد الله المزني فحدثت بذلك ابن عمر هوشا أنس نبي كسو التبيي النبي يقول حج عمره إسراعيية تلبي ذن أسلق هذا هي أيان أشيغي ابن عمر فقال وحوري ابن عمر لبى نبي وحو حدي وتلبيستي بالحج وحده وحج كل يجيبوا صويد أو يريد لبيك اللهم حجة بنبي صويد عمره مشيين سداس ابن عمر لي هاي رواية مركب بخاري باكير ففاصنيت ومرك هل كان مركم مرة لبى بالحج وحده بخاري وحقدر الرواديس وحقدرتي يا أفر كن صدح بالكونتني صدح رقم كأه إلى أفر كن صدح بالكونتني أفر حديث كبخاري وصل حديث كان ابن عمر بكو شيغي لبى بالحج وحده حج كلي يبو نبي قصوت البيستو صوحي وأهلنا معه به حج بان نقوان لا صوحي فلما قدمنا مكة مركان مكة صوغ قال لي قال النبي وحيري من لم يكن معه الهد فليجعلها عمرة هذا هو انتو أنا شيغي وانت أموي انتو أنا شيغي من عمرنا شيغي لكن حوقات ابن عمر وكه الله أنس باللوغ هوري باللوغ هوري
wuxuu nabigu xaj buu soo xidhay kadib annaguna xajkaasa nabiga la soo xidhannay markuu maka soo galay yacni uu ku soo dhowaaday wey oo kaabiga uu soo saaray yuu nabigu wuxuu ninkan hadyu wadeen xajkiisii cumraha u bedelo ninkii xaj soo xidhay ee hadyu wadana xajkiisii cumraha dhex geliyo qaarin ha noqdo dadku intaan bay ahaayeen xilliga nabi maxamed waxaa lagu xajiyey qiraan iyo tamatuc saxaabi ku xajiyey ifraad ma jirin nin hadyi waday oo isku darsaday cumro iyo xaj sida nabiga iyo saxaabo dhowra oo abubakar iyo cumar ka mid ahaayeen iyo cali iyo zubayr oon gaadhi doono insha allahu tacaala iyo rag dhowra iyo dad ku xajiya tamatuco sida loo badnaa ah oo intay xaj soo xidheen xajka laga bedelay cumro loogu bedelay cumrada ay dhammaysteen maalinka sideedaadna ay xaj xidheen falaqiitu anasan anas baan la kulmay haddaan bakar ahay waxaan ku yidhi anasow cabdullahi bin cumar baanu is aragnay oo hawsha weydiiyey wuxuuna sheegay nabigu xaj keligii inuu soo xidhay فحدثت وحان اشيغي مركا انس بقول ابن عمر هذا الكلام ابن عمر لبى بالحج وحده اما اهل بالحج مفردا بان اشيغي فقال انس وحوري ما تعدوننا الا صبيانا نقام ما سوقا ايسان ميا بلو عرو حانا نقام سوقا ايسان عرو بان هذا الكلام لقبانيني ووركا الشيغان وحبا ان لقود السيني سوكو مدهين انا نبي محمد مغلي اسوكو كل بيك سنية لبيك اللهم حجة وعمر اسراعيني warkaad ilaa imaanaysa maxayta waxa ciyaal baa naga soo qaadeen buu dhallaan baa naga soo qaadeen samictu rasuulullah sallallahu alayhi wasallam yaquul labayka umratan wa xajja anaa maqan nabigoo leh labayka xajjan umratan wa xajjan cumriya xaj baa allah kugu soo ajiibay oon la imid ibnu cumarna waa runtii anasna waa waayeel marka iyada waa runtii wax khaldan ma jiro ibnu cumar wuxuu ka hadlayaa bilowgii hore anasna wuxuu ka hadlayaa xaaladii dambe وحدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع البصري حدثنا حبيب بن الشهيد الأزدي عن بكر بن عبد الله المزني حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي إنه أرك النبي وشيغي جمع كلمية بينهما بين الحج والعمر قال أنس وحوري فسألت ابن عمر عفوا قال بكر وحوري فسألت ابن عمر بان ويديه فقال وحوري أهلنا بالحج حج بان صوحر الني حج بان صوحر الني فرجعت إلى أنس بن كلابت فأخبرته وأن أشيغ أنس ما قال ابن عمر وركو شيغي بأن أنس كسو عليه فقال أنس وحوري كأنما كنا صبيانا إن عرر أهين بعد مودة إن عرر أهين بعد مودة وركا تعل ليس تقوى وين بأن يوحان أرنان كو شيغنا يقاضوا دوكو أنفع ديكا لإسكت هبل باكي عرب الله كلا ورماي سيد ليدا مركا أنس بنكو أقاضي ماها ibnu cumar dhanku u qaatayna mee waxa weeye nin walba meel buu ka wadaa nin wuxuu u wadaa bilowgii hore ninna wuxuu ka wadaa dhammaadkii dambe intaan baa loo jeedaa ibnu cumar labtirkiisu hawsha inuu tafsiishada ahaydo anasow maxaad ka wadaa u yidhaahdo anasna ibnu cumar weydiiyo daayib laakiin inay kala fogyihiin baa laga yaba ninna uu madiine joogo ninna uu basri iyo xaggaa jira hadda waad ogtihiin labada kala fogaad waaga dambe oo dalkii baa lagu kala fogaaday باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي وحو باب هاي ما يلزم من أحرم بالحج نك حج صوحي دوحي قبل الله يكون واجب لها ثم قدم مكة مكة صوغ قالوا من الطواف وريق كعبد القو وريقا يو السعي أرض لأرضا بين الصفا والمروة نك حج صوحي دي كدون مكي مادة محالة قربا نك حج صوحي مكي مادة وحول قربا إنو أعمال الحج لي مادة ورأي الجمهور سيداس وي ضواف القدومكو سيدا اللو بدن يهي واجب معها وعمل خير بدن والسنة وصلاة بيت الله الحرام ضواف الزيارة وكلو لمد يهي وضواف التحية ضواف وحالة ورود بالي هذا مرهد بيتك لا يتمد كعبة وحالة قصة وحيوين إلا قد ضوافيه هذا حاجة أما معتمرة هذا تما تصوغشو هورتو ينات كو دواف تواصلنا دواف القدوم أعماش حاج كان كما ترسنو مد عمرنا كما ترسنو وعمل مدح بنان وواجب يواصلنا الله يسكوها إياه وحان لو بدن يهي إنو سنية لو بدن يهي شردنا وصنوه لصحة الحج لكن وينو قاري دونا سيدنا ابن عباس يا جماعة من السلف وحي قبيل هول أذك وتصومرتين بقبيل أصل كذا تصومر ابن عباس وحوق قباه
هذا هو حاجة أتصو حجده وتكعبرة تماده لما مدقون وي لما مدقون وي إن الحوالة وده وهذه صوك حيث حتى كده سي وضط إيوه إن هذا الحوالة وده هذا الحوالة وده وتماده مكة وضواف ضواف القدوم مرحبا ضواف باللوضانة حتى كده حسوب بدلها يا عمره بسبب دليا معتمر بانقون ود حلاله كد مالك سديدات بعد حج حين ليس لوان من بادية ليس هو هذا تربطه إن هذا حج هذا سي وضطه حق أن هذه آدم ودين طواف القدوم كد سكد ديني هذه لك هذا حاجة أن هذه ودين أدمك صوقشه حق أن طواف القدوم آثم يسو سي اوتوماتيك وحدون نقطي معتمر طواف القدوم كاسة تبدلي طواف العمر يسوب بدلها هي طواف القدوم كاد كل يجي سباس بدلي طواف العمر النقون هي ركعتين خلف مقام ابراهيم السعي بين السور المرو واد حلال ودي مرة بتاع هذو حج كلي وطا هدينا ان ودن ان الحاجي سي اهات ها ها طواف كعبد هاسكو اقمري طواف القدوم هاسكو سمايني هذا طواف القدوم سمايسو حج كادي هدي آدم ودين وحسب بدلي عمره كدبنا ما لك سيديات وحيران دونتا حج وحنا نغطي متمتع ابن عباس ورك سيدا سوي وحاد هدي هذا هدي ودا لك حضاري ساقارن وانا طوافق وحكاها الله بماي هذا مفرط الحج ودتي هدينا آدم ودين لو ما تعود دور له انا طوافق سكديسو وفي اهاتو يناس بدش عمره سو بدش هذا حاجة أن هدي ودين بان كعبة كود ضواف ولن وحنسية هاي مفرد ما صعون يسود ما نصعون يسود نيادة هل كنا بيقول مريب ومرها يا تصمى نبي قال بدلي بكل ابن عباس وحنا دلي شد آيات ثم محلها إلى البيت العتيق نعمل صوحد وحو كحلال بها بيت العتيق نينكي بكود ضوافة وحلال بها يابو صعيب والله إيمان كدمنا قصر أبو الصميني نيته هون ويس بده شيء اوتوماتيك سيدي نيته صحابه ذوك الاول صلى النبي كما بدل صحابه حجوت حج كل محاب بدل عمره عمره ما يصير حرر النبي وحكولي هاي نين كان هدي ولا النبي قصو حج كيس وسوني يستم ميقات وكسوني يستم وموسى بدلين عمره انا صام بديلي ايوه حي اذا ايوه هدي وذن بي مكه كل ضوافين ضوافك مع عمره يسوي بدله أضوه هذا روتين المفرد فيها تها أدمرين طواف القدوم أسكت هابن طيب مركز سؤال قصو الله مري وان قال دونا مركز هذا وحور ربا ابن عمر أرنت وحو كيري إنو إنوش يقول ربا إمامك حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر بن قاسم عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي عن وبرة بن عبد الرحمن قال كنت جالسا عند ابن عمر وبر وحيري وحان فدي وبر وبر بن عبد الرحمن وحان فدي عند ابن عمر بان يان اكفدي فجاءه رجل با يمت فقال وحيري ايا صلح لي ما يبنى انت ما يصوبتا ان اضف بالبيت كعبد ان كو ضوافه قبل ان اتي الموقف انت انا عرف انا تجين تنا عرف انا تجين ما يبنى انت هاي ان كو ضوافه كعبده قبل أن آتي الموقف ابن عمر ابن عباس بقى سوي حقوق بي ضوافك وحلي من دون طاون مركض ما يسوه أعمال الحج كذب ضوافك كوف صحية قبل عرفة حاجي مفردة أن هدي ودين ما ضوافك رو هذو ضوافنا وحسب بدأ ضوافك يسي عمره القزو تقنا سؤال شو ابن عمر رويتي فقال عمر نعم بيت كلا وقود ضوافك رتا أظن عرفه ولي استاقن فقال وحولي إنك سائلك فإن ابن عباس ابن عباس وحوليها يقول وحولي لا تطف بالبيت بيتك هكو ضواف حتى تأتي الموقف إلى كعبضة أتكتكتو عفوا إلى عرف كتكتو استاكتو ماشي اللي استاكت جري وإن قارد أن كل ببق الأفرتني أفر بأي حديث ابن عباس هوش أو كغال لكو إمان بنا هذا كل ببق صدين صدح بين مرينا كنا لببق الأفرتني أفر بكو إمان دونان من طاف بالبيت فقد حل سنة نبيكم بورنجري سنة نبيكم أما سنة نبيكم لبضوا والله هجادين كراي
حورن جري الطواف بالبيت وعمرة نينك بيتك كو طواف عمره اسو بدليا ثم محيل البيت عتيقنا وادلي شن جري حديث كنبينا وادلي شن جري. فقال ابن عمر وحور فقد حج رسول الله ابن عباس ميا سيدايري فقد حج رسول الله رسولك لابا حجي فضاف بالبيت بيتك كو طوافي قبل ان ياتي الموقف انت عرفتك نبي عرف استاغين با نبي سو غلي مكه اسوغو حاجيه كعبده كو طوافي وعمره اسو بدلين ما جيرين تمام حد كذا جواب إيسان ولي ابن عباس هو شاسي مدي دنو معايا لو قال يا نينكا قارنكا إنه ضوافه لهدي بوضاي قارنك عمري حج بوسلوتا هدي بوضا نعم محمد هو شيسون قارن بوها ابن عباس تود دنام ما تود دنوا معي من حاجة كليجية أن هدي ودين أو مكسوق قالي أو ضوافي ضواف كيس حسب بدلي عمره عمل كيس عمره النقضي حج نواسوق دونا متمتع بالنقضية. إذن نبي محمد با مكسوق قال ونخذها في البيت كنت عرف استاجن في بقول رسول الله أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا ابن عمر وشوا كلي ابن عباس وشوا أتكي ابن عمر وحور رواية هاي فبقول رسول الله ما هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي أحق مضن أن تأخذ أن القابصة إن كان سائلك هو أو بقول ابن عباس بامضان إن كنت صادقا في اتباعك والإيمان بنبيك دهون كشيء يسوع نبي محمد هذا بن قاضان يا وسجن روميون راعي درون كاتاي ما ابن عباس باكتا حجة مسي هذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام قول كذا حكوا ذا صنع النبي وكوا ذا إلا هذا فعل بسوقوري نبي محمد با سوق على سوق حاجة مكيمد وانا الضوافي هو في سنة عمره اسمه بدلين وسيوتي وسداسوي وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن بيان بن بشر الأحمسي عن وبرة بن عبد الرحمن قال سأل رجل من عمر نبا ابن عمر ويدي أضوف بالبيت بيت كما قد وافها يا ما يبقى الناس أنا قد وافه وقد أحرمت بالحج رواية بعض تيروا عزك أهي ما يبقى الناس أنا كعبد قد وافه موسى عضينين سائل كوحو يا حارديس وحورا أنا حج صوحي ناي حج نعماش سأل لقارن ما طوافك راه. فقال ابن عمر وحور وما يمنعك محاكو ديذي طواف القدوم وصلانتي بيتك إلهي محاكو ديذي. قال وحور إني رأيت ابن فلان وحان أركي إني هبل بان أركيو يكره طوافك ديذي إني هبل كحوج هذا ابن عباس برهوض قرنيس أسطوريس وأنت هذا ابن عمر أبانا أحب إلينا منه أن كاتش على الله يقول أضانا كاتش على إنك أسقاه طيب رأيناه وانو أرى ننكا أسقى أبو قد فتنة الدنيا أسوأ الدنيا فتنة يسي ننكا نوفطون هيا نهضا وش نودي دن أنا ديك أجع ونبع الدنيا فتنة يسي. فقال ابن عمر وحولي ابن عمر ادلك الله بيع ماي وأينا كينيبا أما أو أيكم كينيبا لم تفتنه الدنيا الدنيا يسا فتنة ينين قفك ما أنت أدون كتشوك أنا الدنيا أنك فتنة مواكومة كينيبا الدنيا أنك فتنة بين أنك علماء الشيخ يسان كان الدنيا فتنة وتواضع وتواضع يو خلاص كيسه كتو سيسا وذات ما أنت تشوكا هذه وذات كره هب سيد وقال له سو قوري أصدقى وحسك ديك بلاي إلا هوشا وذات كاس ومرك حساب ووركي سب اللابي وإنت وأرضي وشيغا مجي إنك لو قدري أصدقى وحسك ديك عيب كالصالين رقم ابن آدم لكن صحابه ورقم ما يقانا يقول الله عنه رمي يقول كيني با ما قال لي وذات كاس الدنيا فتنيسي كيني أدون كبت بالي ودنيا يسفتنين. ثم قال كذب سؤالي وكجوابي. ثم قال حول رأينا رسول الله رسول كليبا أنه أرقنا أحرم بالحج سوق حج صحيح وضاف بالبيت بيت كان قد ضوافي وسعى بين الصفا والمروة حقا نكو السعودي فسنة الله إلهي طريقي سي شرعي سي يا وسنة الرسول النبي محمد سنة ديسي ميا حق مدن أن تتبع إن الرعب من سنة فلان إن كنت صادقا مس تكلم مدن هذا روح شيء جيس وإيمان هذا رب كايا والنبي محمد قد ضيانا يسوع ما طريق النبي جاه بون الرعب أو مدن راعد من سك ودات قد كسر جورس أو شاء أيضا مركي من عباس يقود رهيان علماء ما يسن سلمين ترد يدور هيان وح كلام إيه ابن عمرنا زهد في الدنيا وحسياسات أمجرين تلانا مقابنين أمير منقونين والي منقونين غورنطور منقونين قدومي دقم منقونين
وادي هولها صدام ابن عباسنا والي قدام أمير ببصرة كنقضي برصاب غوبرناتور نقضي حلق سيدنا علي دور غرب أمير بو نقضي حلق ابن الزبيرنا مربو مسؤول نقضي واقي دمان تسكود عن بي كالتاقين وياد سورة ديين مركوا إمارة دي وبصرة كتلين جري وحولي أنك ولاية قال إما الحوين النقضة أما غوبرناتور النقضة فدنا فدنا هالسؤية حل إيه مسؤول إيه تروح على قفشة آفو وأنا سي أبا ضنطة سي أبا ضنطة يوي علوم محيدة هذا وحاوي يرينك أميركا كوي ما دوعاوي هنتي إسلام باسوق لي زكا يا الله أورورين خراج باللكيني صدقات باللكيني عشر كبال لكيني يمعشرات كولي با إيمان هنتي بضانو يا بيتمال كلها إيمانيس من مسؤول لو أسكن باهي بضانيا هاي مرتي يا مضانة يا مسكين هؤلاء بضم بكو إيمانية مرة بضم بجيبك سمرنا يا قعدت وحلو وايا هانتي إسلام كميشة تالي يحصرنا هيا سيد دين قاد إسكوقر واني كوفي عن تذكر دين قاد إسكوقر مالين كذا شو بنجي إسلام كوي علي باشي باسكر جاري ويسكت قاد وحدي عذاب كمان مساكين قل لي عذاب عن لقى محا علابة ود ويقوب من مرك واجد ذنب شذا سوي مس نين والبو حل هيا صداء ولا دهم مراكز تجوغا صداء ضدك الدكامها كشقية صداء اسكبه دا وحكا لي شقالها الدكامها كشقية مركي نينك مسؤول كان مركا وحين اوغين بي اسكو قوري ويسمين ايا سؤال بدن بلقى ويدوالي بادا وحبدن بار اوغا واغد دن بو حوديه صدقاتكو السند كنينك وداتكو بحيي كمبت هاي وادو احبها شيقي way ku dhuman hanta aqtada taala oo u baahan tahay oo taa u fiirinayso inaad iska ilaaliso he waxa u baahan tahay iiman xoog badan oo buurta jabal leeg waxaanu soo maray fi kitab as-sala ninki abdullah ibn amir al-urun jiray oo amirka aha oo xanuunsan buu abdullah ibn umar soo booqday hadda koor tirmidi bilow soo ku martay markuu booqo salaamay oo xaqiisi u gutay buu damcayn oo ka abdullah ibn umar gaas uu ya ibn umar وارتا وحنو سنهاي اي دعيب الهي بري مركز يري نبي قبحان كم مغلا سوغو يري لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول او غلول وكنت على البصرة اميرا يقرأ غاقي مرك حنو محبان كم مغلا الهي صلاة ما اقبل وي سلاانا سوغو كالي صدق إله ما أقبله خيانة يغش يدق لوك يعني حولات صو خيانتي وصو دقرتي أمارة كلا تورتي حاجة نوان صدق سنة ما زعونيس أذوقنا ها أمير بعد بصرة كأهان جرتي من أميرنا ها وحبضاني خيانة دقر من حق الناس بقبا حق الناس نقب إلو دعيين دعوة صعون ميس مكة عيسى بس كده قط دعوة دعوة كتر ميس دعاء لقى أقبل ماي أدون غالبة تاي وخ نغالي دعاء أدوسو دعاء يستيو إلا دعاء يبا ما كعيسى بدعاء داس ما في ما يسمى هذا حاضر وسكيد تبي أد مركوش سكيد أن عمرون نعباء مرك أنت ولادك إليه هنا ضان كهاتش علا بمعنى ماذا قريم ويه ها هذا بيدون كنن كنا بضون كسياسة دقلي نبضون كولي أم قبيل كهرشو كجعشي شو بدو متى مسمى نفس الشيء بنادق على الفطرة ماشان حق بدن بعد كتوماني حوالا بدن بعد كوجود تجي حق الناس بعد لبلقي أضو ولي وقر كفيرنا هيو وذات كده جاي مشكلة وي أنت هسي أجيدان يدو سيدا تاينا عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وفقاء المسلمين وحبر الأمة ومن علمه الله تعالى ونبي أجد عيي وحد الله قنصدون علماء العلماء وكنا قدينا لجمع هيو وحق ما ملك يساء مسائل الفقه والسكوى استويجرة لكن حق ما ملك مركو أميركا وحلقو قوان سيد المجد صادرت ابن هبيرة ومن هبيرة الحنبلي ووزيرها دولة ضنب وزيرها يا هول هل قائدو نفس هذا كتاب سالف صح عن معاني الصحة وحيولي وقول القائل قد فتنته الدنيا فغير مستقيم لأن عباس بور كان أعلم الناس وأفضلهم والقائل هو المفتون بوري والقائل هو المفتون مجلد كافر الله وضغط هذه الزيادة كفيرية حول ابن عباس الدنيا في النيسة وحبك مجران برو صح ما ابن عباس ضدك نينك واقوم بنا وقونا خير بنا إلهنا أقول دوابوها
ninka yiri ibn abbas baa fitnoobay oo adduunka ku fitnoobay asagaa fitnaysan buur asagaa ibn abbas ma fitnaysan المهم كلام الصحابة بعضهم في بعض وغير معتبر وحلقة مصوق قاضي هذه الصحابة يقول حسك الشيقان نمان أقرانا ويسكو أينيا ويلما أديرا وطلع وحون اسكو قون صدي ويهي أذو محوجي سنكرتد مدهي كرتدي بالبهيم السيدة كيري أبدا وذا دهل سمقبته كلام الأقران يروى يطوى ولا يروى إن القرائن كلي أدل لك الله الهوش إن حجتهم من كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا ضدوباي ولا يروى لم حجيزت الدين لقمر دكتو أنس بهيب الكهلي من عمر بهيب الكهلي أبدا ومجتهدين والاجتهاد لا ينقض بعضه ببعض إن نقول ما وحان قصر صحابنا حرمينه قدرينه هل كان مضحى أنصارا وحقالك هم مغضنا سيئ ذبل وقال لكن وحبه ذاتك قدر ومسالك اجتهاد قال لك الله نكو تابعي سجود بنوغة جيدا سجود بنوغة جيدا لأنه ابن عباء ابن عمر كم موقت إنه سلمي في النظر ابن عمر كم موقت إنه ابن عباس في النوبي إنه سلمي لكن حيولي يا كم مرا في النظر وأينا لم تفتنه الدنيا إن كان الدنيا في النين بول إذا وحاب إنه ديدي أهي تدو مركة الرديو وهذا مفتون أويل هذا ابن عباس ما في تنزيل سواش هذا سودة لكن في النذر ابن عباس لو تريب أصغنا يوقرتي أما عندنا وسنكت كورين مركز تسليم كير كان قال الله يا وحمش كل جرين ديدنا كاسوي حدث زوج ابن حرب قال أحد الأسباب ابن عيينة عن عمرو بن دينار المكي قال سأل ابن عمر وحان ويديني عن رجل بن ويدين قديم بعمرة عمر الله سوق علي ابن عمر وحان ويدين عمر الله سوق علي إن حج الله سوق علي وكذا لسوي دي فطاف بالبيت كعبة قد وافي ولم يطف بين الصفا والمروة لكن مروة يوسف أن قص عينه أن كأردن أيأتي امرأة حاسك مؤتي كربان جبل مو قال منكرة عمر الله سوق علي فطاف بالبيت بالكعبة ولم يطف ولم يسعى بين الصفا والمروة أيأتي امرأته فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة موت المامي نينك عمر الله سوق علي مكوض ضواف كذب هلي ماذا سعيك دوز الإسلام تسكم مشيرين كهر سعي بين سبا هلي ماذا كذبنا حلاله نكو حلاله كذبنا وحصة من هصة مئية مركة أبنان نبي محمد باق مكسوق علي فطاف بالبيت السبع تطبقر بكضها في كعبضة وصلى وتكذي خلف المقام مقام إبراهيم ركعتين لبركة عضب كتكذي وبين سوى المروة تيبو أرضي سبع تطبقر وقد كان لكم في رسول الله نبي محمد حايدين كجرة أسوة حسنة دي شوانا أكسن الدين إذا ساقود دي إذا دك دقنا الجوجية ضد عمر الله تمادان ضوافق الله إمادة كعبضة كذب سعية كذب مكا سعيدان حيرتا أما قابسوا مركة الحلولان وحين سميستوي إذا محوط المامي بعد الطواف مباشرة قال بضوا ممنوع بمكة المامة هي ابن عمر صلى الله عليه وسلم إلى أعمال عمر الله رميه عمره التحول الأول يتحول محوها الثاني تحول أقل يأكمل ملا هو سراعي عمره يلا بس كياره يلا ضنبا أبو حيس كتا طواف ركعتين خلال مغارة وصناء يا سعي يضو تمها قابس هذا تمها قابس هذا بما تحلل به وحكم ملح بنا لو حلالو بهاي مسي سعي عمره دي بكتر سنيا لبدا صلى سكوية فقاد سلام النقص مسلاة بكتر سنيا مسلاة لك أقبحة سميدا بقى الفقه سلام النقص يقى مكاد أتعاد قد ما يزان مسلاة لك أقبحة مسلاة بكتر سنيا ما تقلي دي صوبار هبين دمائن كربا حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد وحدثنا عبد بن حميد اخبر اذا وذا وحي قبان سلام النقص وصلاه كما ترسنوا يا صلاه لك قبحا حنفيه جماعه اهل العلم فربضان باقبه مركا تحيات كدميسو هذا اسك دقاقدو صلاه كو جيرتا باي دير تحيات كدميسو اسك كعليبا مركا تحيات كدميسو ورسيتها سرب كسوق المقام ودي كرتاب يدي سلادنا كوتيرتا بروحي قارسين حنفيه ذو
تحياتك دميسو هذا اسك نفسه حتى واو كاي بيد ساد وي دماتي تاغي سلام نقصو ساد لا كغه بخايا كما ترسنو صلاه وركاس ودا دايري لكن سيده الراجح صلاه كترسنتا عفوا حقين مريادة وحدنا عبد الحميد قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا مجد عبد الملك جميع أخبرنا جريج جميعا عن عمرو دينار المكي عن عمر عن النبي نحو حديث ابن عيينة نحو حديث ابن عيينة وذات كان ضمن مركا ابن جريج وحوش شيء وهي حديث ابن عيينة قالوا شيء طيب أنت مركا وامحي نك حاجي إسوع قالي سوغون هدي ودين حكم كيسي ابن عمر ماشو كي استاغي ينين كي سوغ معتمر السوق قالي انو سن حلالو بن الى وعماش عمر دمهيو لا بدا حكم بوي باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الاحرام وترك التحلل باب ما يلزم بحكم واجب باب من طاف بالبيت ين كعبده كو دوافه وسعى حق ان سعي لي ماده وحكم لازميو محكم واجبيه من البقاء نسيج كسي باقي هذا على الإحرام حج كسي إحرام كسي وترك التحلل حلالو أن أكتغو يعني نكي يمادة سوى حاجة ومرك طوافك اللي يمادة سعينا اللي يمادة حج كسي بوسي وضانيا ما حلالو بيو كمان تقي إحرام كسي إلى لقار يوم النحر لقارو وأنك مرك وضي إقارن كأها أما مفرد كأها أما مفرد على رأي الجمهور طيب أما أنك أسوق متمتع إذا هو شيء عمره يهيد عمره رميساني وحلاله بيكدمنا حج بحرمته نبات قرنيس حددنا هارون سعيد الأيلي قال حددنا عبد الله أخبرني عمرو وهو من حارث بن يعقوب الأنصاري المصري عن محمد عبد الرحمن بن نوفل القرشي وجد أن رجل من أهل العراق من رأي العراق من قام يعيز لما شيء قال لو حكي لمركة سل لي عروة من رأي عراق أيام محمد عبد الرحمن بن نوفل القرشي كيلي سلي وحد يويد عروة بن زبير وفقاد التابعين تأ عن رجل عن حكم رجل من حكم كي يويدي يهل بالحج حج صوحي فإذا ضاف بالبيت كعامك قد وافو أي يحل محلاله بي أم لا مسمي عروة إنك لا عفوا محمد عبد الرحمن هذا إنك رأي عراق هاي عروة حد يويدي سا نين حج صوحي ومكا صوح قلي كذب من كعبادة قد وافي محلالو بيهوش من عمره يسوب بدلي من سحج كي سوصي وضانيا بعد الطواف قبل يوم عرفة نين كامركا أبو الأسود محمد الرحمن أبو الأسود يكون من دون المدني مركا محلو يقان معروف وحوعان كي هاي أغون كي عروة صوكر صدي وآد مركا قعنتو كينجري مرك يتيم عروة لو يقنا يتيم عروة لي مرك شيخ يسي وطن أدير كياب وحويديني فإن قال لك هذا عروة كوي هذا محمد لا يحل محل على بي نينك حج صوحد لي إما كيمت إيه ضوافي بيت كلام بسلامي ولي موسى حل ما دو كوي هذا فقل له واحد قتل هذا إن رجلا يقول ذلك نين باسد عليه محط كليه علماء دي بسكو سكو دراهي أهوي بسكو قدين هيا قال وحن حمد عبد الرحمن فسألت عروة سؤال شويدية فقال وحيدي عروة لا يحل محلالو بي من أهل بالحج إلا بالحج نك حج صوح لي كم حلالو بي إلا بالحج إلا بأداء الحج حج كينو قتمو ييني سكالك كم حلالو بي قلت حانكو لمركة فإن رجلا با كان يقول ذلك محمد عضان عروة ننبا صدا قبو يدي نك حج صوح لي كدمنا كعبدا يمادة كضوافة وحلالو بيا حج كيسن عمره سب بدليا كدي من حج عصوب وحرن دونا ما نكسي دي ذات قال عرو حرو بئس ما قال بئس ما قال وحو يدي بابان وحلي توقع الله جوابا صحنين ببعيي انت بو اقود بيي انت بو ربا مركي انو اقود بيو فتسداني الرجل فساني فحدثته فتسداني وحقيبا بحي هدان اهي محمد عبد الرحمن النوفلي القرشي ابو الاسود وحروا حايبا فتسداني فتسدى بي أصل يا لو بدنيه نونتا إن لقليوا لقب بدنيه لكن هو لغجر تأيدونا
فتسداني الرجل إنك بايبا بحو يقهر يمد فسألني واي ويدي سؤاش ويدر سديب ويدي فحدثت وحان أشي يقوح عروا يقول جوابا أو جواب فقال وحور إنك رعرق أموسي ماي فقل له حد عروا كنت سؤال لبات عروا كعلي فقل له عروا حد كنت هذا فإن رجل النبا كان ها يخبر كي كتبية أما الشيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك سأل نبو إنو سمي نبو إنو سدى يالي بني الشيقي وأويري والحلالوبية نينك حج لي مادة حج كيس عمره يسوب بدلية كدي بنا مالك سداد بحج حرانية وما شان أسماء والزبير فعل ذلك وحاط قال قلت لرابوري وما شان أسماء أسماء بنت أبي بكر حال كذا محوية هايو يو الزبير وقضي قيدي من العوام فعلى ذلك ركا أسمي نبي محمد باسد اللي قصو قوري ونبا قصو قوري وحكى والله شيغي أسماء بنت أبي بكر إيو وأدي عروه يدا أدي عروه يدا يا أباها الزبير بينها هوش أسمي وحانا إيفض وتأذوه وحكى الدوان وإذا تكل ورقه شيغي هو يدا يا أباها أي خلافه بل أنت وضعتك سكول الله إنك رعي أقبليك قال وحون عبد الرحمن فجئت عروان أمد فذكرت له ذلك أركاسا أشيغي النبي قال لك سوى قوري هاوشاس أسماء بنت أبو بكر إيوه زبير لك سوى قوري فقال وحوي لي عروة من هذا نينك واقوم سؤالها بضا نينك كل بعض لدي نينبا يسوي الدي نفتي أوك أنت واقوم يويا فقلت حون لا أدري قرن ما نرى عراق ما قرن هاي قال حون عروة فما باله لا يأتيني بالنفس يسألني ورنتي أسقى معاه يلا يو يقول إما اللي سواش يو يدين لا يا أنتو درب حق ما ضح صاروا نكون كل بعض رصاص صور قراي معي أصو مهمات وسؤاله يو يدي فما باله مع حال كسيه هلا يو لا يأتيني بالنفس أسو نفتي يقول إما لا يا هاي يسألني أسو سواش يو يدين سنة أظنه عراقيا بور ومشي نكاس إنه رع عراقي أما لين بور سأسأله وهذا رع عراق بحلوية قانا قط بدن متنطعوي إنه واحد فند عليان وعرض كفيدان ويكهر وياه في عراق بلوية خانة سداسا لوب لقو فسره نحن حيدا عراق وحكوة هي عراق وحلوية خانة ها إن يهين خوارجي حروريين يبلاي حق قاسي باشو كتما دايلو مشرق ويه قلت محان لا أدري شيخه وقرن مايو إنه عراقي هاي إنك لورا مايو إنه من أهل العراق إن دواد ما لوجان دون لكن مرك الله ما قرمني قال عروحه فإنه قد كذب باب مشابه فإنه قد كذب نبي محمد باسيد اسمي وأسماء باسميس أو زوير باسمي وبنبور قد كذب بنب كشير يعني هو قفوي كذب عند الأهل أخذنا وين نقطة كذب كتوس كانوا وين نقطة سيد بن كشير قد حج رسول الله رسول كلايبة حجيي حج سنة ورد ما يصير قد حج الرسول وام حي ورد ما يستريه كم أبحن كم حلاله يموي لأن بلغسه يقولون النبي هو حلاله طيب فأخبرتني عائشة وحيشة وخبر يرتئه أن أول شيء أهري وبدأ به النبي وكب الله بي أعماشة حين قدم مكة تمك مكة الصوق لأنه توضأ ويسقته نبي مكة مكة الصوق لي وبيتك إلهي يمد ويسيست إلي طوافك ولو يسيستاي طوافك لما طوافه أذوي سلاءنا طوافكو وحلو شرطيا سيد العلماء يقول تجيل ويسقط سيد صلاة دوكله نمنا وحيدا ويسدو وواجب شرط ما لصحة الطواف وادنا وحيدا هذا وصنة واجب معها صدمرن كوقب حلو طواف ويسلانها طواف سكو ويسس نبي كان صاصو يالي نمن كيدا وشرطي وركض أدب وحب بنايا محيا نبي محمد باسمي نبي نحوي نخذوا عني مناسككم دلالة التركيب بالله هذا دلالة التركيب وإن نص لغو قبطه آيات بآيات كو قبان هل حكم بكسو وتصاريس حديث بحديث أجين وطبيرين لبا حديث صد حديث بكسو كو قبان هل حكم بكسو وتصاريس معلو يقنا دلالة التركيب دلالة الاقتران ما هات يضعيف ضعيت لسكوها هي عند في الأصول طايد هو حجة دلالة التركيب هو حجة بالإجماع دلالة القران ويكدو وانتا إذا النبي محمد هدو ويسقات فعل كيس وكو يسقات طوافه ويستحق أنه يريه خذوا عني مناسككم وهذا من نسكه الطواف بالبيت طاهرا متطهرا ونبي محمد عماش يسوي ثم طاف بالبيت بيتك نبي كبه وافك عبده ثم حج أبو بكر بحج خلافة ديسي فكان أول شيء بدأ
أبو بكر هذا وأوي أبو بكر وأوي فكان أول شيء شيء أوريحه بدأ به نبي أبو كذا كبل الله بأعماش وحوقها الطواف بالبيت بها أي فكان الطواف أول بيت أول شيء بدأ به ثم لم يكن غيره وحان حج أهين ما إيمان نبول أنتو طواف أبو بكر طواف كبل الله يهذا حج كسي وتي ثم لم يكن مدعين غير غير الحج رواية البخاري بها ماشاس أيضا صفة عمد فسر طيو وحي بخاري رئيس وحي طي ثم لم تكن عمرة ثم لم تكن عمرة نبي محمد بها سوق لي كعبادة هو سقاط وطوافي حج كسيبو نسيوت أبو بكر بها خلافة سوى حجي بيت كو يمت وقو طوافي حج كسيبو سيوت عمرة وحق نقضي مجرين ثم لم تكن عمرة عمرة مدعين عملك عمر من نقول نوار رواية البخاري أما مدن ثم لم يكن غيره حديث ثم لم يكن غيره غير الحج وحن حج أهين مدعين وحج كبسي وتو ثم عمر عمر باسون سوى حجه في خلافتي مثل ذلك أسون أي فعل مثل ذلك ثم حج عثمان عثمان باسوى حجه فرأيته إذن عروة عروة أسوه مركه وحكسه التبني عدك لك قادانا يوالوك التبيين مويني عروة أسوه لم يسمع من أبي بكر ولا من عمر وأسوه مركه خسديسه إن غداع من بقى حقا كقليا لكن صحابة كلي ولا ليه وعبد الله الزبير كمدي هاي وقوب جوق أها أي أتبيني قصده أما هو يدي وأتبين أسماء أما هبريتي عاشا أتبيني إلا وراء عدك حكورن هاي فأخبرتني عائشة فأخبرتني عائشة مركه وحوتا ثم حج أبو بكر دون نقضه عروة هذا الكروح وات انقطاع بقى ليه ماشى أبو بكر يا ماشى عمر هذه هو إذن عائشة وضطنا حديث كوا متصل ثم حج عثمان عثمان بس واحد فرأيته وأنا أركب أول شيء بدأ به الطواف بالبيت وأنا أركب أول شيء أما أول شيء بدأ به وحوري وكب الله محوها أطواف بالبيت أو الطواف بالبيت طوافك بيتك قد طوافها إذن ثم لم يكن غيره غير الحج وحن حج أهين مسجرين حجكم بسيوتوي عمره بدلوي رواية البخارينا ثم لم تكن عمرة عملك عمر من نقنين ثم معاوية معاوية وسوف بسوى حجي وعبد الله بن عمر بسوى حجي ثم حججت مع أبي الزبير مع أبي أبي بن الحج الزبير ومكبد لمركز أموالكو عضا يضيك وطال أبي أزم العوام بان لحجي فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت معاوية عبد الله بن الزبير أبي بن لحجي كل وحي كب الله بين وحوها إن بيت كو طوافات عمل كودنا أي سي وطا ليس حلاله ثم لم يكن غيره غير ما غير الحج حجك وحن كأين مجر وطوافك مبرين هي حجك ودي وعمل خير ومدح بنان عمرنا هو شو بدل ما يسوء ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك كذب أنصاري المهاجرين سيدا ييلي وما كبيت كله يمادان طوافها هي كذبنا عمل كذا حتى سيء وضانية محرمين نسيء هانيا أركي ثم لم يكن غيره غير الحج وحن حج أهين ما إيمان عمر ما يش ما إيمان وحور ثم أنت كذب آخر مرة أيت فعل ذلك ابن عمر قف قدم بين أركي هوش على السمايانا ابن عمر بهابور ثم أنت كذب لم ينقضها بعمرة عمل كيسي كم برن عمره حجدي سو حجي أو سوني يستعمر كم بدمن ثم لم ينقضها بعمرة وهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه ابن عمر باب الله شو قاعد الرعي رغيهين أما مدينة إيمان هيو أرك كرانه أما ما كان هذا سو حجي وشو قام يوديهم ما كان نحن نورين هيا يعني حق كسو قلبا جيت فوت صوصار هيا حوري عروة ولا أحد ممن مضى حتى أحد أذكره الرئيس صحابة هراء ما كانوا معهم يبدأون كوكو بالله بشيء شيء حين يضعون أقدامهم مركي قمدوا السوق ليان أول كهو الرئية من الطواف بالبيت أولا داس وحاد كصفين بشيء تاس ما كانوا ما يبدون كوكو بالله بشيء شيء قاسوا أولا كهو الرئية من الطواف بالبيت كهو الرئية حين يضعون أقدامهم حور دلك أن سوته إسكب الداي حتى دلك هو الرئي الصحابة أبدا كسيه الرئي مجري من أنتو بيتك إلهي مادة وحان طواف ينقب بالله طواف ما لقب بالله بجري ثم أنت كذب بعد دوافي لا يحلون محل لو بجري بول وكي دوافان دوافكم ميسون كحلا لو بجري حج كودي كما يسبح جنة ويسي ودن جرين
طوافكنا عمره ومسلم بدل جني حج كذا يسوع لنا إفراد كأ. وقد رأيت أمي هو إذا ما أركي أو أسماء وخالتها برت عائشة أركي حين يقدمان مركي يسوع لهيان أي كعبة يمادان حين يقدمان مكوي مكين مكسوق قلان لا تبدأني بشيء شيء ما يسوق بلا بيجري عمله أو ولا كهري من الطواف من البيت بيت كهري واحد بيت كهري سمين جرين مجرو تطوفاني بي ويكون دواف جرين ثم لا تحلاني من حلاله بجر ومكي حج سوح حدان طواف البيت بالله ما أنا يضاف القدوم لي هذا خير بطن أم واجب أم سنة كدبنا عمل خذ حج كابي سيو ذن جرين هذه مركة يوم تروي اللي تاقين هاينا هرب يسوي سعون جرين هدان لتاقنين محرمين بيسي أهان جرين إلا لقى قاري مالكي لو بحلا حجك محرمين قرى شيخي حين تقدم يقدمان مين قرى أخيانو حين تقدم المكة يسوق الآن عفو شيخ وحيد وقد أخبرتني عروة إنو رمها أمي هويد وحي إشيكتي أنها أقبلت خاتمة المهاجرين والمهاجرات وأسماء ويعمر بقول سنة كل مطي بقول سنة أي كجريت هو يدي وقد أخبرتني أمي هذا وحي إشكت أنها أقبلت إن سوقا بشهية يدي وأخته وراشد عائشة يوز الزبير وذات كيد قبي وفلان وفلان هبل بعمرة قط هل عمرة كلية إن يلسو لي ما دين بيت كإلهي بي إشكين هو يدي أسماء عائشة يزبير يهبل يهبل عمرة إن لي ما دين وحجد وداع بك الله يا فلما مسح الركن حجوا أسلو مكي أي مسحين ودميين مسح الركن طواف مكي دميين حل وي حلالو بين إلا عمر اللي ما دينه حلوا محي وحي كو حلالو بين بعمل عمر أجي ذا محي طواف كل الوم حلالو به بإجماع المسلمين وقد كذب بين بونا شيبر فيما ذكر من ذلك وحو شيغي زبير كسو غوري هويد كسو غوري عائشة كسو غوري خلاف وركيغا نينك راع عراق اما نينك لغا سو غورشاي بين بو كشيغو له طيب طيب مسح الركن داسي مركا ولا اسكو هيستايو وحقابا مركا سا لو تابتو حبي اسودكا لحلالو بها يا ما جرو لكن ركن الاسودكا تدود وريق بنات غانتا صارت وي واسن هذا هلي كرت تدود وريق مكان مريس من الطرانتو واسن مركا مسح الركن وا مخاي وا مكا دوافك دمايستي طواف كان أقوى وين كدي من صعيقه وتابع للطواف صلاة دخل مغ وتابع لبذا كلا وتابع وي حلق جونا ومثلا نسوه النيو يقصر مما معامله كتير سنة مسوا الله جاب حادي وي مركز صلاة وحك الحج عرف إنه مسوا بدي حج كلي مع عرف كلي جدبا إذا وحلج وحوجي إذا ما كطواف كلي ما دين يوح راعة هاي وي حلاله بي وي حلاله بي طيب عمره لي ما دين لكن إنك حج لي دوا كدوا يهيب الوادي سو شيء هاسكو خاصين ان عمر لي مديو من حج لي معناها سو انه شقي امامكم او شل لكن غيدا عائشه ويمن دون تايدو انيس حلال وبن انيس حلال وبن مركو واحد كو قصبنت ان او شوت لو حي وجيدا حج ان اهين حجه الوداع ان اهين وكله الا غيدا عائشه كانت تكثر الحج بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دور قربي حجدي طبن كدو طيب حتى إسحاق إبراهيم وأخبرنا محمد بكر البرساني أخبرنا مجاعد عبد الملك وحدثني الزهير زهير بن حرب بن أبو خيثمة النسائي واللفظ له حدثنا روح من عبادة القيسي حدثنا مجريج حدثني منصور عبد الرحمن بن طلحة الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة الثقفي عن أسماء بنت أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنها هوين بركة سموي أبهت صحابة أوجدنا صحابة لقمها لصحابة روح وين ودأ لاسعة إذا أبيض وأبو بكر دوا سحاب صدوق هذا الأمة أوجدنا وأبو قحافة صما أوجد وسحابي أبيض نوا سحابي ويل كذا وسحابي عبد الله بن الزبيرة نين كذا وسحابي ولا له دوا أصحاب عايشي عبد الرحمن إيوه عبد الله وذكر نيسا وهوين البركة يسوي هوين الدقيق بدن جيس يدأ حول الأذك بي أهي حجاج وحي لما ارتوى قاري دون مركا لقاري كتاب الفتن يا عبد الله الزبير مركي لقو ذومي ريشا مرهب الاسكوي ما دي وبلاد دقال لما هي لبس يفبك دقال مني أذى ذك بوها وحو وضابة وقت من جريق بالغرفت مدفع باقود عاي مكرر القرد عاي كدب اسكوه توين الدليل وي تكبير سدين مركي وقادين عبد الله إلي الدليل ريشا يا حجاج عيدا كسال تكبير بي هذا
ابن عمر بقى لو شيغي علم مالن كو دشنا وان تكبير سنه بو غيريز ما كو تكبير ستين ها مالن كو دشنا وان تكبير سنه بو نيكا ما انت كو تكبير سنه يسال الله اكبر الله دين غيريز يدلك ادشين مالن كو ادون كيمد برق سو يدنا ادانو صحابنا تكبير بان كجيدن بو لان محوها اول مولود في الاسلام بعدما هاجر مركو رئيس المسلمين سو جرودين علم مسلم من اوغ داشه مهاجرين عبد الله بن زبير باغو هري يهود با وحي شيكتو جيري مسلمين سو جرودين مدينه ايمانيا وانو سحريو اعدم دهم هيا بل ما هي سحبا رئيس تاغني هوانكود منكود كبجا بانو كدغني رغود بيسي تحيل بانو كد عروة كاسة ترمان بيلادي سحر لشير مكتوب والله عبسداي أسباب ده بكر بس هو جرو ثم كك تيم إذا حاملة قوة مر كي تيمد نبغى بكر سو الرجال يبي أم شيء عبد الله يبي نش صار أم شيء سو قاد نبغى أوكيان تي إذا وح كلا الناس كافك بقولي نبغى أوك نبغى أوكيان عبد الله مزوير نبغى حبت تيم ركيان عايشة وح تيم أنت عندهم دونا وين مرض ما حبت علي حبت ونبغى روج روج علي عربك أم مري أفك أم مري أم لا بس ذي وح أم ري دبنه سمر عبد الله مزوير على سنة تم حقه ري عن رفتي بركة سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام من كاسو إنك تطبص أنا مكو قاري زوير باصو درو أنتم مرأو سحر جور أرض نبي قطبع على سوك بايع على الإسلام عبد الله مزور تطبع جرا صو أرضي نبي قو إيمت مركل من صو سحر وقرتو حور ربه نبي قصلي نبي الله حور سبحانه وبايعك على الإسلام والتوحيد تطبع جروي إلما حلو أبيوي هو يدي بعد أسماء وحيدك توان قاري دونا أبينا وزبير بن عوام وحارة شيء صفية بن عبد الله بهذا الشيء ونرهب بني هاشم بدن كان مقلق مرة مرة ونرهب بني أسد وتقرنيس بن خديجة وحيوت هاي خديجة أي أون وقدرنا كلام مقلق في ريو ننصار له ورق سين ياوي حور محاربته نبي الله حارة وين أم بيعك ولا قاله وبايعك على ما بايعت علي على الأنصار والمهاجرين نبي بيع ولا قالي فتبسم له مركز بيع الله قال ونود بعي مالك هورنا ودعي صدرت قاتل مكري جرين تضرب مال بدو حيله لقى بصوم من اسرائيل انه ما انت صومه او بري صومه او بيك لك خيره او 19 بري صومه لقى اسون قاجين قوانين بقول لي نفود كبدنا لقى سو غوريا بقول لي نفود غنين جري لبا سيفد بو كدغالم جري نين هور يمادو لبا اسلاك نقني وا لا واي مركا نينكا وينك طيب صفي ويلكيد ويلكاس وي أسماء مركب وان قاري دوناي مهاجرين مهاجران إذا ودن بيسجيري تضبات صدح لنا يدي مطيب في ليا ما كي يكون دمطي أيضا بقول شير أو مركب عند بيش وحوري وحيت الأسماء خرجنا محرمين وانو بحنانا وحاج حراني محرمين مهلين حاج حرماني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هد نك حول وذا فليقم على إحرامه حج سياسي وتها كنا قادوا ومن لم يكن معه هد نك حول وذنا فليحللها حلال وعمره وبدل حج كيسي فلم يكن معي هد بيت أنا وهذا أسماء هدي ما نوذن فحللت وان حلال ما كان عمره ما يستي وكان مع الزبير زبير نو حال السعود وتهد حول وذي فلم يحل موسى حلال وبن قال وحيت أسماء مركان حلال وبي فلبست ثيابي برك يجبان حدي يدور كحرقون ترين ثم خرج في مركز عن صوب حي وانكسر بحي جورجة فجلست إلى الزبير زبير بانقر فريزيت ونن كيديا أصوب مركان محرم وحاجه ولي أنا حلال وبن لحوله وضاي أين هو حلال وذي وحسوا إيسا يوم تروي إلا جاره فقال زبير وحوي قومي عني إيقفكو إيقا يستقبل حقا يقطرق طيب لأن هذو قعنت أوطابت أو ملامسة إيه دعضو دارين الله سعودي يا دماعي حجك هو خطروي لأنه هو حاران كل جماعة بين لونه حق تحريمك فقلت وحاري بيت أتخشى موحد كبقى إيسا أنا أثيب عليك إنا كوكو سبود يقدروا محاية تاميش أنا سكفر دياي فرايك أقا إنا نكور كاقد عكي يابس طيب بخاري رواية وكتك رواية صفية بنت شيبة وكتك بخاري إيه شيء إيسا إن زبير نو أها قارن أينا يا أهيد متمتع أسماء ديتا حديث كادن بي موليه أسماء وريبا أسوكو سو ساري ومركا أسوكو إشكالة إي كجرات مركا حافظكو حولي حديث كان صفية اختلاف كجرة في ألفاده وسنده ساسو أوغتكي
أنا وحي مقطع إشكال كوجيرة حديث كضمبي عبد الله من عبد الله مولى أسماء أي كبرا كشافي متك كوجيرة مسلم مركو حوار كشيخ يسير خلافيو خوايدا هوريا صفية إن كصح حسن تاي رأي ضمبي عبد الله مولى أسماء وجاردونا سدا صح سدا إن أسمانا أي أهل متمتعة أهيت زبيرنا وحوله ودولي وصحابة قعنت وحكوها يو أبو بكر وعمر صح كحول بدنا زبير ما القبين بؤها إذن يناسو قارن أو حوله ودي أسمانا أي متمتعة أهيت سدا دمر كبو بدنا أي المسلمات مركز سعودي أي صح رواية ضمبي مركز شيخي زبيرنا وأزورنا متمتع وينو جاردونا دب مسلم مري أسودان كاسو كفيري من حيث المتن بدب مري وحدثني عباس بن عبد العزيز العنبري قال احدنا ابو هشام المغيرة من سوات المخزومي حدثنا وهيب بن خالد الباهلي حدثنا منصور بن عبد الرحمن الحجبي وين صوم الريمركه ابن جريج بلا متابعين يا متابعين يا نك الليل هذا وهيب عن امه هويدي واتم وصفيه صفيه بنت شيبه الثقب انك هذا صومرين عن سوده بكر الصديق قال وحيت قدمنا مع رسول الله رسول كمان الله سوق الله ما كان الله سوق الله مهلين انا صوحي بالحج حج صوحي ثم ذكر وهيب وحوشا بمثل حديث ابن جريج بوتبي وسون الدران دريي غير حسن شانه قال وحيري فقال الزبير وحيري مكان اسود وانا اكفر استي انا اسود لبستو اسقرحيو عندك وشيء علانتي استرخي عني اغديرو اغديرو استرخي عني لما قربك علي اذا واسد راعي انت وحك لا دعي لها اما انا حرام كو دعي لها انا حاجه يغفو فقلت وحان كوري أتخشى محاد كبقيسة أنا ثب عليك إن كوسو بودو وحدثني هارون سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثني ابن عبد الله أخبرني عمرو ياسوا عمرو بن الحارث الصومري مرويت الأنصار المصري عن أبي الأسود أبي الأسود كان ولاد كوري وحوي عبد الرحمن محمد عبد الرحمن وي النوفلي أن عبد الله ابن كيسان بالويا قالنا أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق حدثه وحوتبي عبد الله وحوتبي أبي الأسود أنه كان يسمع أسماء إنه أسماء مقلي جري عبد الله وموليه ذي مقلي جري كلما مرت بالحجوني مركز طوي صمر تحجون ماشى الليل هذا أما ما كدوش هذا ما كأدوي وادي المحسب أكتيسة ما كان ما كسوق لي سنة والحق مدينة كتيمة دوم كسوه جليسو بنك بيدح بكاء قبانية مركض مك كبح يسو ومن أصعو تنا ميد بكاء قبانية قوية قوية رهضة بس كبع باي وهذا حافظ بس كان نقضي يا حجون لورنجري مركض مدينة كتيمة دو حكاء قبان بنك بيدح مركض من أوب حيسانة وحكاء قبانية بنك ميدك وهذا مدينة أنا قلت المان يا رنان كفانتا وحور الشوق تقول وحور رنجر حجون مكة صوم مرتبة أو مكة ما دبا نبي قبل حسين جت عليه سات والسلام إلا وح كدم بيس تقريبا لحدنا الأرسل وح كدم النبي كدم بيس جيريان وقدم بيس صلى الله على رسوله وسلم الله أمان الرسول كيس حقنا هالنبات يا يلو النبات قليو نبات قليو لقد نزلنا معه هنا هل كان حجونا أما مكة دش هذا يا نبي قال لسه لدقنيت أنا والله سبحانه ونحن يوم إذا نقوم مالك إذا نبغى أن نسعني خفاف الحقائب بورصف فضفض بيت البورصين فضفض حقائب وجمع حقيبة وبورصدة أما أبا حدا وحلقوا قرطوي دد زودي كعام بحياء هايين الدنيا بدنا واقع مجر انتبرت واسكي ريت إذا نروح مركز وهران بطبري راس سفري محوق هذا نقرأ مركز بدنا هل جو وحسكي بدلو ويل يروح كوكر صدو ويل بيود وحي يربح حق هذا مصارنا بورسديزو مبوحدو معكونو لقطة ما في الثانية يزو ونحن يومئذ مالك أيضا وعيتر خفاف الحقائب بورسوين فتفضو بغضرنا قليل ظهرنا قاعد كأنه يريا قاعد يدير من قوة مبارة توتا أما فرس وتا قليلة أزوادنا سايدا نعير تايتي سايير قاعد يدير بورسوين فتفضو سيدنا يا نبي قام ميشن لدقنيتو الله مري هذا نوع نقاقلا روح صفر هاي بورسوين بقاط واردت مقدا غايزا شاب بورسو لما بقوله كيلو كيبال لك عاية فاعتمرت أنا أني عمريسي أسماء يو أختي عائشة عمريسني والزبير بن عوام الأسد دي عمريستي وفلان إيا صحابة دوري شكتي فلما مسحنا البيت مركان كعبالك عن مريني أون ضوافني أحلالنا وان حلالوني سيقود بيجده سيقود بيكوضا عائشة أيضا واللوغي هاي إنيسا ضوافين
markay maka soo gashay maysan dawaafin maxay yeelay dhiig baa ku dhacay dhiig waa ka go'i waay ilaa la gaadhay yowma iyo ila gaadhay muxuu ahaa yowmu nahar habeenkii musdalifa ama galabkii carafuu ka go'ay ama aroortii loo soo kalahay yowmu nahri ka go'ay idan uu ka nabigu u bedelay qaarina noqo uu yidhi oo ogow cumradaadii waxay guda gashay xajkaadii uu ka nabigu ku yidhi sidoo kale zubayrna asaguna haddaynu sumay rawaayada safiya ee faahfaahsanayd inuu asaguna xoolo watay oo marka uu qaan isu bedelay marka caaisha dadka kale ee marka la socday fara badnaa unbay u jeedaa waa riwaayada markaas sida waxaa oranaysa riwaayada cabdullaahi mawla asma ama riwaayada safiya binti shayba iyadoo qaab kale u dhegaysa waad arkaysa uma ahlalnaa waxaanu xaj xidhannay uma ahlalnaa bilxaj xaj baanu xidhannay meel cashiyi galabkiiba galabkiiba haddana xaj xidhannay ayib ama waagi ka barya qaala haaruun fii riwaayati asagu wuxuu yihi haaruun ibnu saciid alayli ila laba sheekh baa isku ladhnaa oo axmed bin ciise iyo haaruun baa isku ladhnaa wuxuu yihi anna mawla asma asagu maba dhihin cabdullaahi ma dhihin magaciisa ma sheegini wuxuu yihi mawla asma asma gac mawlaheed ninkay xoraysay walam yusami cabdallah magaciisa muusan magac dhabin almuhim ishkaalka ku imanaya marka xadiidka cabdullaahi mawla asma waxaa weeye zubayr oo uu sheegay xataa dandhiilan riwaayada safiya tiisa ka xoog badan haddana caaishoo la ogyahay bilijmaac inay ahayd qaarino oysan dhawaafin xaggana aysan xalaaloobin iyo meesha ku soo daray marka waxaad ku qasbay inaad tiraahdo si guud buu u jeedaa asma iyo dad badan oo la socday oo sidii loo badnaa xajkooda waxay u bedeleen cumro maalinka sideed bayna xaj xidheen mutamaticiin bay sidaa ku noqdeen dad yaroon badnayn oy caaisha ka mid tahay iyo nabigu abubakar iyo cumar iyo zubayrna iyagoo hadyi wadayna waxaa weeye qaarinin bay noqdeen baabun fii mutcati alxaj soo kuma dari kara baabkan waxa yar qacanka sii may waa dhowr xadiis باب في متعة الحج حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا روح بن عبادة القيس حدثنا شعبة الحجاج عن مسلم القري مسلم المخراب العبدي با ليرة قيس ومرك حليف كوها أما دقن كوها با أوريب بن قرى ليرة أي لو نسبة لو آنية عن مسلم القري مسلم المخراب العبدي قال حولي تابعي قاس سألت ابن عباس بان ويدي عن متعة الحج حج كان نسشدي سان ويدي وانت عمر الله هرمر صدو oo laga xalaaloobo hadhuuna yowmu tarwiya in xaj la xidho farakhasa fiha waana uu ruqsay waa bannaan tahay buu yidhi maxaa yeelay saaxiibka ibnu zubayr baa diidi jiray weliba ku dagaalami jiray oo markaa ay masaa'il siyaasi isku haye wa kaana ibnu zubayr fii khilaafatihi ibnu zubayrna wuxuu cabdullahi ibnu zubayr yanhaa kii ka reeba ummadda canha can mutcati alxaj wuxuu odhan jiray abadan bilaa xajka gudahooda cumro lama gelin karo waa ra'yiga aynu soo marree sayidina cumar ee jamaca ay ku tageen min baabi sadi daraay fa qaala wuxuu yihi cabni cabaas wuu garamay quruxdeeda buu fiirsaa hadda wuxuu yihi haadihi ummu ibni zubayr tan meeshan fadhida waa ibni zubayr hooyadii buu asma waata tuxadidu waxay tabinaysaa sheegaysaa anna rasuulla sal alay wasalam rakhasa fiiha inuu ummadda u ruqsay matcatu lxaj asmaaba waxay leedahay annagu xaj soo xidhannay uu nabiga xajka naga bedelay cumru u bedelay waan tamatucnay kadibna xaj baan xidhannay hooyadii baa tan eho sheegaysee cabdullaahi muxuu leeyahay ba weydiiya isaga hooyadii yaa run sheegahay ibnu zubayr waxaa ku dhacay fadkhuluu calayha u galaa buri fasaluha weydiiya ordaya booqda oo asma weydiiya su-aasha cabdullahi ibn zubayr idiin diidan yahay qaala wuxuu yihi muslim fadakhalnaa calayha waanu u galnay فإذا امرأة ضخمة عمياء مركان أقولون أن صلاني وبها وين وحو ضخمة لفوي سلان هذا لفوين بأي هذا قرأة بأي أسماء أبو بكر بادنين ديرها هو الصفية الله بالله فوت أهيت وهي راعدي هو عفوا صفية ما ينأيضه فإذا امرأة ضخمة عمياء وبها وين مركان واقد ما ينبش واقد ما يشي سديتنا الأور قادي ينبش انت دور وين هذا عادي بها هاي فقال هو حيث المكي سؤال لو ودي رخص رسول الله فيها أي في متعة الحج نبي محمد أمد أبنية بلا حجك إلا عمر يسان كرو عمر ما خلال دميان إلا حجين كرو أم طمزعين لنغا كرو ورك ابن زويرنا حاجة اسكت جاي وحدثان مثنى قال أحدنا عبد الرحمن ابن مهدي وي وحدثناه ابن بشار محمد بشار بن درب وجده حدثنا محمد يعني مجعفر غندر بكوضة جميعا سوى دجري عبد الرحمن يغندر عن شعب الحجاج بهذا الإسناد فأما عبد الرحمن أصوغ
ففي حديثي وحكجر المتعة فقط. سألت ابن عباس عن المتعة بس وجد عن متعة الحج مؤرنين الفاضل ومسلم كالدوية ولم يقل موسى أرن متعة الحج مرهن. وأما ابن جعفر غند رسوله صماء فقال قال شعبة أيوجري قال مسلم مسلم حر ولا أدري متعة الحج أو متعة النساء وحلا ويدين متعة ومتعة الحج با سو متعة النساء متعة الحج نيتاينا رويده راع الضيسي. طيب وحدثنا عبيد بن معاذ قال حدثنا أبي أبينا ومعاذ معاذ العنبري حدثنا شعبة حدثنا مسلم القري سمع من عباس من يقول أصغولي أهل النبي نبي صوحده بعمرة عمره صوحده أهل النبي بعمرة نبي محمد عمر صوحده وأهل أصحابه أصحاب سوحي صوحده بحج بصوحده سيد اللوغي هاي ميشان تنبيه أهل النبي بعمرة حجة الوداع صح مؤهو وحاون لوجه ذا والغصح يلي كرا إلا إذا نبي محمد أصنع عمره وحده حجب أنا كهري نبي حجب صوحده حجب أهري كد مكو نحن مري وكيل ليلي عمرنا قدر حج كذا مركا نبي حجب صوحده عمره وكذا بقي وأهل أصحابه بحج مفرد أصحاب سنة حج كلي جيبي صوحده فلم يحل النبي نبي محمد محل ألوبين ولا من ساق الهدي من أصحابي يضدك هدي السوق في أصحاب سنة ميسن حلال وبين وحل بقيتهم انتو ذكر وي حلال وبينو هدي ميسن وذين فكان طلحة بن عبيد الله طلحة بن عبيد الله التيمة وبكر اسكو قويسا يسوق حوكا مدها وحوها في من ساق الهدي فلم يحل ذلك هدي سوق حي ان حلال وبين بكتري. وحدثناه محمد بشار بندار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر غندر حدثنا شعب بن الحجاج أبو بسطام الواسطي بهذا الإسناد سنة كذا مريسين شعب عن مسلم القري عن ابن عباس غير هذا سيشاء أنه قال وحجر وذلك كان به وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلى ممن مسكين إسانه ممن بأمرك أي قرآن لم تاني ما يكون طيب اللو بهين لهلو سكولي أنا ذي لمتي غير أنه قال وحلو وكان ممن لم يكن معه الهدي ضد كان هديه وذن وحاكا مدأها طلح من عبيد الله يورجون آخر فأحلا وحلالو بين. طيب مركز هذا هذين نقط الرواية تيوري خلاف إيسا تيوري محايا هيد طلح من عبيد الله وحكا مدأ ضدك وذي هدي يقوون حلالو بي طنام حيتي لي وحكم ذيها تيهر وحيها عفوا تدك هدي ويكجر محلالو بي تنضمنا هدي مودن هو حلالو بي مارك خلافك ودن بيسي مسلم روايان تنبودن بيسي مارك رجحها يا نك اللي هذا مسلم رواية معاذ ابن معاذ العنبري عن شعبة ارانا يسا طلح من عبيد الله وحو ذي هدي من حلالو بي رواية تنبي محمد جعفر غندر عن شعبة أورنيسة هدي موسى ودنه وحلاله بي أيو قدال قيي إني مركا لقوحي وقدي مسمك أواركا لكن غندر نيل اللوذين كرو ماءها على يتحال فردي أصحاب تكمدة والسكم عن رافي كرا مهدي بوذي نسمو وذين محايرة دتك وذينا ويراين دتك أن وذينا ويبضناين روح مغالف والراعيني من سنادك بعض الراعين الرواية النقل بأبا أنتاي مرهدين نقل رواية الله هينا وإس خلافين ترجيح بأفوران عند المجتهدين مسلم يصوح حقوح الرجحي رواية المعاد المعاد العنبري بالرجحي. طيب تنضمر وودن بيسيو إنه مرجوحته بوارك والله سبحانه وتعالى أعلم.